الفكرة كانت من البحرين، ابتداء انطلاقتها من البحرين في 2004. كانت الفكرة شبابية بين يعني احنا بروحنا الشباب، جات عن طريق صديقي يعقوب بخماس. كانت الفكرة على الانترنت ان شلون نوصل المهرجان اللي كان في البحرين من جميع الجنسيات، نوثقهم. كنا انا مصور فوتوغرافي ويعقوب كان يمنتج الصور يخليهم على الموقع. والفكرة يعني رحب بها معالي الوزير محمد بن عيسى يوم شاف ان الجهد اللي بذلناه احنا يعني من تكنولوجيا من تقنيات، ف يعني استدعونا من البحرين ان نمثل البحرين مملكة البحرين في المهرجان 2004. فجينا على أصيلة، عملنا التأسيس كامل اللي هو من موقع على الإنترنت، وبعدين عملنا طبعا تطور قاعد يعني سنة عن سنة يزيد. أنا كمصور كتصوير احترافي أصور الفعاليات كاملة ونوثقها على الموقع الإنترنت وعلى الإنستغرام وعلى الفيسبوك وعلى يعني الصفحة كاملة، يعني يكون عندنا موقع في الانترنت وموقع في الفيسبوك وموقع في على الصحفيين. طبعا جميع الصحفيين اللي في الوكالات يستفيدون من الخبرة مالتنا من صورنا عن طريق ارسالهم الصور اول باول، طبعا فرق التوقيت واول باول. طبعا هم عندهم الصحافة يبون الصور اول ما تخلص على طول ترسل لهم الصور على اساس انه ينشرون في الاخبار في الجرائد وفي المواقع الإلكترونية. والفكرة طبعا احنا صار لنا حين من 2004 لليوم 2022 17 أو 18 سنة، مو بذاكر والله الحين، بس الحمد لله يعني احنا قايمين بالواجب ونسوي لهم توثيق للأرشيف للموقع. طبعا عندنا الموقع كامل من 2004 البحرين الى 2022 موثق عندنا في الموقع، وفي الارشيف اللي عندي اللي هو يعني في الميموريات والهاردسك من ناحيه الصوتيات ومن ناحيه الصور الفوتوغرافيه كامل المهرجان. هذا يعني كل شيء، والله يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا. طبعا مشاركتنا في أصيلة أنا وزميلي أسامة صار لها 18 سنة من 2004، لما يعني كان في توأمة في 2004 في البحرين بمشاركة فنانين، تقريبا 30 فنان جو البحرين وعملوا الجداريات وفنون الحفر، وكانت تجربة الصراحة لها صدى كبير. ولذلك اقترح معالي الوزير محمد بن عيسى ان يستفيدون من تجربتنا، يعني من تغطية المهرجان اللي عملوه في البحرين. فالمهرجان اللي في البحرين كان في 2004 شهر 4، ف طلبوا منا ان نيجي في الصيف في شهر جولاي من نفس السنة، والحمد لله جينا هني. طبعا يعني مثل ما تقول اشتغلنا على توثيق كل ما يخص الفعاليات اللي في الموسم طبعا، وصراحة هذه التجربة أضافت الكثير لنا. يعني مثل ما يعني تعودنا على العمل في الضغط، ولنا يعني اكتسبنا تجارب جدا اضافت لنا الكثير في التغطية الإعلامية. طبعا 2004 ما كان في حتى يوتيوب، كان في شيء اسمه ريل بلاير، فكنا حتى تصوير الفيديو يعني بدأناه من ذيك السنة،
وعندنا تقريبا أرشيف كامل للصور للفعاليات كلها، الندوات طبعا مشاغل الحفر، مشاغل الصباغة، الجداريات، كذلك الفنون الموسيقية. والحمد لله كل سنة يعني نتعرف على ناس ومسؤولين كبار يعني يشاركون، وهي الصراحة الفكرة أبهرتنا لأن فيها تجمع للنخبة من الفنانين والمفكرين، يجون كل سنة ونلتقي فيهم ونتعرف عليهم، وهذا الشيء صراحة ما شفناه موجود في أي مكان في العالم، لا العالم العربي أو على المستوى العالم ككل. اللي دائما نتفاجأ احنا باختيار معالي الوزير للمواضيع المهمة اللي سابقة وقتها، وما شاء الله يحضرون كبار الشخصيات يعني يناقشون هالقضايا العالمية يعني المهمة.